له يعني. جميل. نعود إلى الاتصال لنتحدث حول الجمعية أيضا السعودية للعناية الحرجة، ونسعد كثيرا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة هند بافقيه، استشارية الأطفال والعناية الحرجة ونائب رئيس الجمعية. السلام عليكم دكتورة هند. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم. كمان الدكتور طارق الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، بارك الله بجهودكم دكتورة هند. نريد أن نتعرف أكثر على مناشط هذه الجمعية، الجمعية السعودية للعناية الحرجة. الجمعية السعودية للعناية الحرجة أنشئت في عام 2006، كانت تضم عناية الحرجة للكبار وللصغار. طبعا كان في نخبة من الأطباء المميزين اللي قاموا بهذه المجموعة وعملوا لها طبعا عن طريق ما يسمى بالسعودي كونسل، الهيئة الصحية الطبية تبع جميع الجمعيات. كانت من النشاطات المعروفة والجميلة التي عملت فيها الجمعية أولا المشاركات الملحوظة مع الجمعيات العالمية سواء كانت الأوروبية أو الكندية أو الأمريكية، وكان هناك مؤتمرات سنوية وما زالت تقام بالتعاون مع هذه الجمعيات. كذلك كان هناك تعاون مع جمعيات مختلفة في الخليج العربي والدول العربية بالأخص مصر والأردن، وكان النتاج هو برضو الاستفادة من الجمعية والمؤتمرات أقيمت في تلك البلدان. عملت بعض الكورسات التي تخص العناية الحرجة للكبار وللصغار في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وكانت عمليات تطوعية وخاصة في المناطق الطرفية. ما شاء الله. كذلك قامت الجمعية السعودية للكبار وللصغار بمشاركة مع تطوعية مع جمعيات نسائية، عمل ورش خاصة بتعليم الإسعافات الأولية التي تخص الأسرة وكانت مفيدة بصفة تقريبا سنوية. كيف شفتي كذلك كان هناك تعاون مع وزارة الصحة في عمل جمعيات كورسات خاصة بالإنعاش الطبي للكبار والصغار. ما شاء الله. كيف وجدت الدكتورة أهمية يعني زيادة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالعناية المركزة عبر مثل هذه المناشط، والاحتياج أيضا إلى ورش عمل أو مؤتمرات في هذا الجانب ليستفيد يعني المختصين من مختلف مناطق المملكة؟ والله وجدت أنه خاصة في المناطق الطرفية يحتاجوا بشكل مستمر ودوري مثل هذه النشاطات، خاصة أنها وجود الكوادر والخبرات وأنها تصل إلى تلك المنطقة من غير ما تسبب في التعب طبعا للناس اللي لا يستطيعوا الوصول إلى الرياض أو جدة أو الدمام. كان أنا بالنسبة لي كان لها أصداء جميلة، وتكلمت مع المستفيدين خاصة في فرق التمريض والأطباء اللي هم في المناطق الطرفية، فكانت الفائدة رهيبة الحمد لله. خاصة كمان نسيت أقول في فترة الكورونا ما توقفت النواحي التعليمية من الجمعية، كانت هناك تقام طبعا جزا الله خير الدكتور طارق العايد، كنا دائما بنسوي اللي هي زوم سواء للكورسات أو للمؤتمر. جميل. أعتقد مؤتمرين نعم في فترة الكورونا. كمان عملنا القواعد الإرشادية اللي تخص المملكة العربية السعودية في الكورونا للكبار والصغار، اللي هي جايد لاينز فور كورونا فور كيندم. ما شاء الله بارك الله فيه. أحسنت. جميل، بارك الله في هذه الجهود، وشكرا لعطاءاتك أيضا دكتورة هند بافقيه استشارية الأطفال والعناية المركزة وأيضا نائب رئيس الجمعية السعودية للعناية الحرجة. شكرا جزيلا دكتورة.